تفتش ما في عندك دار جديده؟ والله الذين ما شاء الله ما هي معقوله واسعه ما كيف الدار هيك والله لحد كوزينه قاموا لي زينه والله لحد ماما الدور تعدل الوجبات الزينه فرصة جبرت مساحه ولا مش هدوي نظيفي حتى اصلا ما يخرب لك النفي تفو والله لحد شد بيتي انا الغلط مني اللي وراك من ذلك كبير ذلك كبير اللي لا عليك عام ولا طيب اكو والله لازم اقري واجب فات قبل بابا امي جيت مكتبتي كانت في ذلك الدار الاخرى اكتب وفر لا يجرون لا عد المكتبة فهم زين قال لي تمعدل فيها شقرت ما تقدر تكبو معناني يسكن في صالة صلاة أخباركم صلاة ما لا يفرشوا تم يجوا في الخطار مو مامو اللي يجوا أصحاب أتبي ما تقدر تسكن في صلاة قاعد موبيل السكن أو أنا يسكن مني أخوي ذاك البيت اللي تحت المطالع لا قدك تقدر تنش تنشروا وتم تباد فيه ما زعجك حد صوص على أساس مولي ما هو فهم خير فيك لا كل لون ما قد حد ما كل قلم تمشي قاعد خرصوا مشي خرصوا تلا ما في التو شفتوا مشي خرصوا عالم مولانا اللي جبرت في القص كل قلم باع يا خي فنبل الفيران جواقت في بيت البابا ومكتبة وبيبليوتيك بيت يا خي لأن قبوان نسكن فيها أنت مجون أصحاب في وفيه صبوة يا لا أحتنا ما زعج أحد بيت بابا أسا يا تشبقة قلت عن بيت بيتك تو أصحابك اصحاب اش بيت بيتك والله لقيت عند بيت بيتك واصحابك انا بيتهم تهيوبي البيت انا ما لي اخوك اكبر منك البيت يا صعد اللي انا البيت قلت لي عنه لبابا بابا اهلي اش نقول لك انت ايوا انا جيت ودار قاعد يعني قيس وانا اعطيك تو كل غنم تبات فيه كل غنم اش قاعد انا تعد اخوك اكبر منك قاعد انك ميت ميت بعد مودي باصحابك اللي هي انا وياك ما درنجي يا مالك من بابا مره بدنا انا لك من بابا مره بدنا انا لانه انا صراحه اللي قبلت انت والله ما نقبل ايب اجري اول ما انا تعرف لما ولد ما صار تقع ليش قاعد جايس بابا تقول والله ده حكي يطلع لك لك كل غني هذا الباب ما يجبر فيا حق ما صح اللي جبرت فيا هم تو اصحاب وباتوا نحن بقيني اطلب كل غنم يجري يسوفهم وقال لي شو نعاجب دخلوا فهم تعاجبوا فهم يقولوا واحد